انسان حاجه بالو يشوف بلاد هكذا مش محضر مثال من ناحيه السؤال كاين بعض الشعب ما يمشوش في الفن تاعهم ما ترسم لوحه فنيه كبيره هذاك كي يجي فن يقول لك تكفى شغل الناس تخدم ترسم في الشيء هذا تكفى شغل الناس تخدم تدخل في الكرامه ترسم في على الروبان الناس كي يقولوا كيما كان يسوق الهضره عاليه في زمن كورونا ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء خدم حوايج قمام عن المبادره بديت فيها انا في الجزائر هنايا يعني كل حنا خدم كل بيعات ونوصل قلت لي ما لا نوصل حوايج قمامه ما كنتش متوقع تلحق المستوى تلحق نسبه المشاهده تاع الفيديو اللي درته لك حتى في الملايين 9 ملايين مشاهده ما كنتش متوقع يعني قلت الحوايج ديال شغل التكريم عملنا غرفه نوصل حوايج قمامه التكريم وفضل الموقع التواصل الاجتماعي الناس بارطاج عيط في التليفون بو يعني كنت صغير كنت في عمري 15 سنه 14 سنه كنت رسم يعني كانت مشتغلة على اللغه العربيه كانت وجود تقول لي تاك رسام من الخط تاعي بس الخط تاعي انا ثاني خطاط يقول لي الخط تاعي وخط تاع الرسم يعني حاولت تقرب من مراكز تعليم الرسم تعلم ترسم وكلش طيب باش يعني لما بغيت نرسم وحدي باش نخش اليوتيوب نتفرج الفيديو هذا كيف يرسموا قلنا قالوا الحمد لله ربي طورنا الموهبه تاعنا نوجه افتتاحيه للمتابعين تاعي خاصه في صفحات الانستغرام والفيسبوك كانوا يخلوني اول يعني كانوا 70% اللي يخلوني نطور خادمتي ويشجعوني ويعاونوني كاين يروح نرسم مدارس مجانا كاين يجيو الناس ما نعرفهمش يدعموني بالدراهم يقولوا انت ترسم مثلا المدرسه ديال بطل حنا ندير مبلغ زياده وما نعرفهم ممكن يجوني حتى في الخارج يقول لك نعرف واحد الاخ من ماليزيا زاد الاخ من فرنسا زاد من لاسويس يجوني مبالغ رمزيه هكا يعاونوني يقولوا لي مادام راح تعاون المدارس هذين يعاونوك الناس اللي كيفوا القليل الحمد لله ربي بفضل الله عز وجل وبفضل هذا الناس هذو هما اللي خلوني نوصل للمستوى اللي رانا فيه. يعني في السنة الأولى هنا يعني كيما كيقولوا نتقبل بالولي العيا راك تعرف الإنسان مفريق وكلش وبليزا كاين انسان وين يقيم الفنان وكاين وين يوفر المقام تاعو المبيت تاعو يوفر المكلة تاعو كاين يقول فين الله غالب تبين في الاسم راه مكتوب ثم الله صافي كاين انسان كل واحد وكيفاش يقول انا لا ما نلومش الناس اللي يقول لي هو تبان باسكو هذا المقدور تاعو ثاني بالك ما عندوش ميسي لا بيلون تاعو ولا ماركت كي نقول انا ندير نية جاي نعاونهم هما يوفروا الشيء اللي قدروا لي وطبعا يعني كاين اللي يعرفوا في الفنان في بلادنا وكاين انا كمثال خادم 300 مدرسة مشارك في مهرجان دولي مشارك في مهرجان وطني يعني المرتبة الأولى في تلمسان في الصيف مراتب أولى وبطاقة فنان بطاقة فنان ما عنديش يعني أصلا أنا في بلاد يعني بطاقة فنان ما عنديش يعني ما نشوفهم يعني خدمتي في معروفة أو يعني في صفحتي معروفة أنا ما نقولش أعطيني بطاقة فنان ولا نقول ما عندي بطاقة فنان ولا حاجة أنا نقول شوف الخدمة اسمه يستاهل لك خدمتي يستاهل تستاهل بطاقة فنان يمدوا لي ولكن ما تستاهلش والله عادي نورمال يعني نقول لك كي يقول لي خدمة ما تستاهلش أنا اللي نتشجع نقول لك نلحق الخدمة باش نجيب بطاقة فنان باش الإنسان تعاونوا في الرزق نتاعه في لاسيرونس نتاعه وتعاون في بزاف بوبا كويس في الجزائر ماشي غير انا عرب كاين نيفو ربطانا يعني خير ما خير مني في الجزائر هنا باش الانسان ما يكونش يحط الدار في طبقه عاليه بزاف نقولوا هنا يوضوا في البلد الفنانين يعني كاين مجال في تاع الفن الرسم شغل ما جاش محبوب في الجزائر هنايا يعني ولا يحرقوا هكذا منا يقول لك بلادنا ونخلوا بلادنا ونرسموا بلادنا ونحكوا بلادنا ونرسموا المدارس ونفرحوا لولاد اليتيم الزوالي ونرسموا في دار الاعجاز نفرحوا الاولياء اللي راهم تما نفرحوهم